وأما السكنية تعمرون التعريف قواعد المجالية وحقيقة المياه النارية والسلامة نأخذ بعين الاعتبار متطلبات اجتماعية لجميع فئات المواطنين في هذا القطاع. وهذا اللقاء الوطني الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة بحضور السادة الوزراء المعنيين خلال الأسبوع المصاري جاء الدور على اللقاءات الجهوية لتنظيم أرضية الحوار الفاعلين الجهويين والإنصات لملاحظاتهم واقتراحاتهم في بخصوص توصيات فاعية لإهناء السياسة العمومية المجمع إعدادها لتدبير القطاع خلال السنوات المقبلة. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لبلدنا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسيدات والسادة، إن الحوار الوطني حول التعليم والإسكان يدخل في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية والسياسة الحكومية التي تهدف إلى تمكين المواطنين في سننا استفادة من السكن اللائق والمستدام وذو جودة عالية، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج خدمة للتنمية في البلاد والعباد. باعتبار دعامة أساسية لإرساء نموذج تنموي جديد وإحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية المرحلية ولا تنسى الهوية والموروث والثقافة والحضارة المغربية الأصيلة. من الداخل مجلس جهة خرجتكم الرسمة نتقاسم معكم نفس القناعات بخصوص التعليم والإسكان، ونعمل جاهدين على تكريسها على أرض الواقع مع شركائنا القطاعيين والتراكيين في سبيل تحقيق السكن اللائق ومرافق القرب والمنشئات المجالية التي يقوم عليها مشروع الدولة الاجتماعية في إطار الهوية المغربية. أن هذا كيتنظم هذا الحوار الجهوي حول التعمير والإسكان تحت رعاية سامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعطت انطلاقته الرسمية السيدة الوزيرة بمعية السيد رئيس الحكومة، حيث في هذا المنتظر من هذه التشاورات المجالية، وهي بلورة رؤية استراتيجية وإعداد إطار مرجعي الهدف منه هو التنمية الحضرية المندمجة الشاملة والمستدامة. إذن بالنسبة اليوم هذا التنظيم ديال هذه الورشات الهدف ديالهم هو الإنصات إلى المجالات الترابية، إنصات إلى جميع المتدخلين على المستوى الجهوي عن طريق أربع ورشات موضوعاتية، ويتعلق الأمر بورشة الإطار المبني، ورشة التحكيم التخطيط والحكامة، ورشة العرض السكني، والورشة الأخيرة هي دعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.